السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم على قناة ميس نسيمة فور إنجليش لسنز. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم ملخص للوحدة الأولى الخاصة بالثانية ثانوي شعبة أدب وفلسفة ولغات أجنبية. So philosophy and literature and foreign languages streams. Stay with me. هذا الملخص راح نعرض فيه اهم الدروس، يعني ولا معظم كل الدروس، دروس القواعد باختصار. الدروس مفصله تجدونها في فيديوهات مفصله وحدها، ساضع رابط الفيديوهات وكل الدروس الخاصه بوحده ساينس اوف ذا تايم دايفرسيتي اسفل هذا الفيديو. فقط لا تنسوا دعم القناة باللايكات والاشتراكات، عرضها على الزملاء. بقية السنوات الأخرى إن شاء الله ستكون هناك ملخصات لكل الوحدات الخاصة بكم بإذن الله. إذا نبدأ. We have so this unit is signs of the time، يعني علامة الوقت. Diversity التنوع. So راح تحكيو كما قلنا في هذه الوحدة على lifestyle differences، اختلافات في أساليب العيش الخاصة بكلودز الملابس، فود الأكل، traditions تقاليد، celebration ولا celebrations الاحتفالات، cultures الثقافات، languages and so on اللغات. So توقع أن النص يكون في الامتحانات والفروض حول واحد من هذه المواضيع. يجيب لكم مقارنة بين اللبس في الماضي والحاضر كيفاش راح يكون في المستقبل، مقارنة بين أسلوب العيش في الماضي والحاضر، التغيرات and so on. كذلك التعبير ممكن يكون من هذا النوع، تعبير أسلوب العيش في الماضي كيفاش راه في الحاضر كيفاش توقع في المستقبل. انتظروا إن شاء الله راح تكون نماذج للتعابير في القناة. كذلك التعبير ممكن ولا الوضعية الإدماجية ممكن تكون حول future intentions، الأمور اللي راكم عازمين ديروها في المستقبل ولا مخططين أنكم ديروها في المستقبل وتستعملوا going to. مثلا يقول لك what are you going to do next week or what are you going to do next year، وتستعملوا I'm going to and so on. مفهوم. حاولوا انه دائما في التعابير توضحوا القواعد اللي تقراوها في الوحده. هنا اهم درس هو used to و going to. نبداو بشرح الدروس. اذا قلنا اهم درس هو used to. used to يستعمل للتعبير على past habit، التصريف تاعو مع كل pronouns I he she it you we they يكون نفسه، اذا سهل جدا في التصريف. نستعملوا subject الفاعل سواء مفرد او جمع plus used to plus verb infinitive. النفي تاعو استعملوا didn't used to. be careful نقولوا didn't لانه used to دل على الباست، سواء نستعملوا didn't plus used plus to plus verb infinitive. بالنسبه question نعكسوا، نبداو did plus subject plus used to plus verb. كما قلنا الفيرب ما يتصرفش، تهزو كيما راه انفينيتيف تنحولو تو، اصلا يوز تو ذيس وان عندها تو تاعها. اكزامبل اي سبجكت اي يوزد تو بلاي ما مصرفش فوتبول وين اي واز يونغ، اذا كانت عندي عاده ما في الماضي لما كنت صغير اني كنت نلعب فوتبول. هير النفي نقولو اي ديدنت يوز تو بلاي تنس وين اي واز يونغ، ما كنتش عندي العادة أني نلعب تنس لأنه كانت عندي العادة أنه نلعب فوتبول. Question Did I used to play tennis when I was young؟ Question So عكسنا. Here توجد بعض الكلمات الدلالية اللي تدل على used to، لما تلقاها في الجملة استعملوا معها used to اللي هي before مقبل، when I was young عندما كنت صغير، when I was young عندما كنت أصغر، when I was a child good in ancient times and so on. واستعملوها قلنا للأمر اللي يتكرر في الماضي. لما نتحدث على عادة قلنا في الماضي نستعملوا used to، لما نتحدث نستعملوا present simple. كيفاش نصرفوا present simple؟ look so present simple تعبر على present habit، عادة تكرر في المستقبل في الحاضر sorry. So نستعملو I, you, we, they نحطو الverb as it is ما نصرفش، he, she, it نحطو الverb نحولو to ونزيدو له s or es good. So نزيدو s مع الverbs كامل و es نزيدو مع الverbs اللي يخلصو او ch
S H S double S و X هادو نزيدو لهم E S. Example wash قول washes, watch watches, good, go goes E S, do does E S. Verb to be يتبدل. So to be نقولو I am, he, she, it, is, you, we, they are. To have تاني يتبدل نقولو I, you, we, they نقولو have, he, she, is نقولو has. نستعمل present simple قلنا مع frequency adverbs. Frequency adverbs لما نلقاهم في الجملة نستعمل present simple اللي هما sometimes, always, often, rarely, generally, never, usually. So هادو كامل every day and so on, every morning نستعملوا معهم present simple لأنه العادي هادي تتكرر في present. لما نلقاه قلنا when I was child, when I was younger and so on نستعملوا used to. كذلك present simple أو جي دايما مع facts, general truths and so on كي نقولوا الحقائق العلمية and so on نستعملوا present simple. مثلا في الفرض أو الامتحان يمدلك جملة حتلك الverb between brackets وشوفوا في النماذج الفرض والامتحان تصيبوا هذا النوع من الأسئلة. so حتلك الverb between brackets ويقولك صرفوا, يتصرفوا past habits مع used to, يتصرفوا present habits مع present simple. so لما تكون عندك الhabit في الpast نلقاو معها كما قلنا when I was child, when I was young and so on. في present نلقاو frequency adverbs sometimes, always and so on, ونلقاو كذلك now الآن. Example look before, إذن before استعملوا past, used استعملوا used to. so before I used to play football, هذه عادة كانت في الماضي before مقبل. now الآن I play tennis, استعملنا present simple مع I ما بدلناش الverb, خلينا as it is without to. look here when I was a child, so when I was a child here we have I was a child دل على الماضي. So when I was a child, I used to drink milk. كنت معتاد أني نشرب الحليب. But لكن now الآن I prefer coffee. أفضل القهوة. So هنا حطينا present simple وهنا used to لأنه عادة تدل على الماضي. مفهوم؟ هذا بالنسبة used to و present simple. توقعوا في الامتحانات والفروض هذا النوع من التمارين. Next we have this one. الدرس تاع will going to. going to هذه مهمة جدا, قلنا تقدروا في التعبير توظفوها لما يقولك what are you going to do, تستعمل I'm going to do and so on لأنه تدل على future intention. so نبدأ مع will تستعمل للفيوتر المستقبل لما نعبروا to express prediction التوقع, orders الأوامر, requests طلبات and so on. تصريف تاعو مع all the subjects مع I pronouns مع الفاعل مفرد جمع مع الضمائر كامل يجي will. I, he, she, it, you, we, they will plus verb without to. good. for example I will write, I will play, I will go and so on. negative نقول I will not ولا I won't معهم كامل plus verb without to. سهل تاني التصرف تاع will. question نعكسه will plus pronouns plus verb without to question mark. For example, will you go to the cinema tomorrow? Will you go? Will he go? Will she go? And so on. good. معهم كامل. الكلمات اللي يدلوا على الفيوتر we have tomorrow, next year, next day, next week. good. next. date في الفيوتر, تاريخ في الفيوتر نستعملوا will. example. he will go to France next week. سيذهب إلى فرنسا next week الأسبوع القادم. I will go to France next week. They will go and so on. معهم كامل استعملوا will plus verb without to. Now we have going to. Look, going to ما تجيش وحدها. تجي معها الverb to be. So راح نصرفوا الverb to be مع pronouns و going to تبقى كما هي. Look, we have. نستعملوها لما ندلوا على to express نعبروا على pre-arranged plans or intentions. so تستعمل الدلالة على خطط كانت مخططة من قبل أنه نقوم بها في المستقبل ولا أمور نعزم على القيام بها في المستقبل ليس توقع, شغل ديجا خططنا من قبل. so نستعملوا going to. للتصريف here نستعملوها قلنا الverb to be تصرف في present simple وشفناه كما مقبل مع I نقولوا I am, he she is نقولوا is, you we they نقولوا are. so I am going to, he she it is going to,
you we they are going to plus verb. الverب يبقى كيما راه without to. good. ما يتصرف ما والو نحو له to. اصلا going to عندها to. النفي مع I am نقولو I'm not or لا I am not going to. he she it and so on isn't or is not going to. you we they are not or aren't going to. هذا بالنسبة للنفي. No question next. So for example, am I going to do cinema tomorrow? Is he going to the cinema? Is she? Is it going to? And so on. Are they? Are you? Are we going to? And so on. But in example, مثلا, it is going to rain. So it is. صرفنا it مع e. Sorry, is مع it. Going to كما راهي الverb without to. It is going to rain, so ستمطر. وهنا استعملنا going to لأنه here I can see the clouds. توجد بزاف السحب والرياح والبرد, so ستمطر. Now we have homophones, homonyms. ممكن يجي فرض أو امتحان يقول لك pick out from the text, اجبد من النص homonyme, homophone, يعني أمثلة. So what is a homophone? Homophones هو كلمة تكون عندها ولا كلمتين يكونوا عندهم same pronunciation, نفس النطق, different meaning, اختلاف في المعنى, different spelling, اختلاف في الكتابة. Example, look, son, son, son with a و son with you. هذه son معنتها الابن وهذه son معنتها الشمس. So النطق يشبه. Son نفسه يختلفوا في النطق sorry في الكتابة والمعنى. We have four, four, so different. Sell, sell, خلية وسل يبيع. Know, know, الverb to know و know عكس yes. I, أنا و I, عين, so نفس النطق. Where, where, where يلبس, where للدلالة على المكان. Now homonyms. Homonyms هو تكون عندك كلمتين عندهم same pronunciation نفس النطق, same spelling نفس الكتابة, different meaning اختلاف في المعنى. Example, new, new. So okay, هذه ما ستنطقش نفسها. New, new. By, by, by. لما نقول كتابة قصدنا transcription. So هادو كامل يكتبوا like this. By. نفسها. So new, new, bye, bye, hi, hi, كذلك hi and hi, نفس spelling, نفس الكتابة, like this. نحكيو على النطق. هول, هول, نفسها. So هادو هما homonyms. نفس النطق, نفس الكتابة, different meaning, اختلاف في المعنى. لدينا كذلك pronunciation of final S. نطق تاع final S. بالنسبة لهذا الدرس موجود كذلك في القناة. So we have final S يتنطق على ثلاث طرق. We have S, Z, Is. S لما يكون الحرف اللي قبل S or ES يكون T or F, PH اللي هي كذلك F, GH كذلك F, K, P or T. So here يتنطق S. مثلا we have keeps, takes, so ف sorry س. كذلك الكلمات اللي تنطقوا ز, we have اللي يخلصوا يكون قبل s or es, يقول يكون قبلهم d or v. this one g not g, this one g. we have l, m, n, r, w, y, b. this is the. good. هذه ث يتنطق س و ذ يتنطق س. ان اي ان جي ذيس وان و فاولز, فاولز اللي هما اي او يو اي اي. جود. اكزامبل وي هاف باجز, ج باجز, كولز, نيمز. جود. سو يتنطق ز. از هما اللي يخلصوا باس, زد, سي اتش, اس اتش, جي. هذه هي جي. C, double S or X. For example, we have finishes, finishes, watches, garages, boxes. So هادو يخلصوا is. good. Now we have,
Now we have suffixes. قريتو في هاد الوحدة على suffixes. Suffixes هما الحروف اللي يكونوا في آخر الكلمة. ينضافوا مثلا للverb يرجع noun. الفعل يرجع اسم. نضيفه مثلا الفعل يرجع adjective. Adjective يرجع noun. So قريتو suffixes. ممكن يجي التمرين على شكل أنه يكون عندكم جدول. الverb noun والadjective. So عندنا suffixes that makes adverbs. اللي يجيبونا الadverbs هما. We have مثلا هنا بعض الأمثلة ماشي كلهم. We have لي. So لي تدل على manner. Manner. So مثلا quick. Quickly. Quick. أسرع أو سريع. Quickly بسرعة. So manner. Quickly. We have word. هذه تضاف إلى آخر الكلمة. Those direction. So word تدل على direction. الاتجاه. Forward. Forward. For زدنا لها word. Suffixes that makes nouns. هادو هما اللي قريتوهم ركزوا عليهم. That makes nouns اللي يجيبوا لنا النونز الأسماء. We have meant دل على an action or state. حركة action ولا حالة. For example measure. Measure يقيس ترجع measurement قياس. زدنا meant يرجع اسم measurement. So measure verb زدنا meant suffix رجعت measurement قياس. ing يضاف كذلك اللي يجيب لنا باش يجيب لنا اسم. It's يدل على an action or result. نتيجة ولا action. مثلا we have verb paint. Paint. Painting. er او r سو يجيب لنا noun يدل على a person شخص. مثلا we have verb teach. زدنا er ترجع teacher instead. Teach. Teacher. You read this one. تدل على place of work. مكان للعمل. مثلا bake. Bake. يخبز and so on. Bakery. مخبزة. Ends. تدل على an action or state. كذلك حركة فعل or state حالة. For example. Differ. Difference. Difference. So. اختلاف. هادو يجيبونا nouns. Now suffixes that make adjectives. Suffixes اللي نزيدوهم الكلمات يجيبونا adjective. We have full. ومعنتها full of مليء من هذا الشيء. For example beauty هي كانت في الأصل beauty noun. Beauty زدنا لها full لأنه مليء بالجمال ترجع beautiful. why هذا يرجع I. so ترجع beautiful جميل. less without. less معنتها بدون. For example we have care. care عناية ولا حذر. careless غير حذر. good. careless your. we have careful مليء بالحذر. careless غير حذر. able دل على ability القدرة. so we have flexible مرن. flexible قدرة على المرونة. flexible هادو جيبونا adjectives. example من التمارين قلنا يجيب لكم verb noun adjective. نحركم واحدة من هادو انتم تعمروا. مثلا مدلك to act جيب noun ترجع action. The adjective active. So عنا تاني suffix if عنا suffix ion and so on. To beautify verb. Beauty noun. Beautiful adjective. زدنا full. To protect verb. Protection noun. زدنا شن. Or an. Ion this one. Protective محمي. So protect يحمي. Protection حماية. Protective محمي adjective. هذا بالنسبة suffixes. Now we have relative pronouns. So relative pronouns كما who, which, that, whom, whose, where, when. So نستعملوهم لتجنب التكرار كما أسماء الإشارة and so on. Good. نستعملوهم لتجنب التكرار. We have who نستعملوها كما نقولوا to substitute لتعويض people subject. الناس لما يكون عندنا يدلوا على الفاعل. Example look. This is a man. So this is a man. He lives across the street. He تدل على من. عندنا two sentences ربطوا بيناتهم ونجنبوا التكرار. تصبح لدينا the man who lives across the street. Good. So نحينا هي جنبنا التكرار وجمعناهم وضعناه. We have whom. هم كذلك تعوض people بس ماشي لما يكون فاعل لما يكون مفعول به. example I know the boy whom sits next to you. so whom دل على the boy وهنا هو مفعول به. good.
We have whose. Whose دل على possession, الملكية. For example, this is a boy whose book I borrowed. هذا الفتى ولا هذا فتى طفل الذي كتابه قمت باستلافه. So, this is a boy whose book, الملكية, الكتاب تاع هذا boy. قد استعملنا whose. Which تدل على animals objects ولا تعوض animals objects الحيوانات والأشياء not people. So this is the cake, cake object شيء which I made, هاد الكيك الذي قمت بصنعه. That تعوض people, animals, things, تعوضهم كامل this one that. تقدر نستعملوها في plus who, نقدر نستعملوها في plus which. Example, look at the car that I bought yesterday. انظر إلى تلك السيارة التي قمت بشرائها البارحة. Good. So we can say, look at the car which I bought yesterday. هنا we can say, the man that lives across the street. So that تعود who, تعود which. We have where للدلالة على places الأماكن. Example, the hotel where we went was excellent. الفندق الذي ذهبنا إليه كان excellent, ممتاز. When الدل على time, الوقت. Example, that was the day when my daughter was born. كان ذلك اليوم عندما ولدت ابنتي. Now we have comparative superlative. بالنسبة للadjectives الصفات لما نقارنوهم ولما نفضلوهم. So المقارنة والتفضيل. Here أول حاجة نعرف الadjectives نقسمهم into syllables, مقاطع صوتية. أن الadjectives اللي فيهم one syllable عندهم نفس القاعدة, two syllables نفس القاعدة, three or more ثلاث syllables ولا أكثر نفس القاعدة, وعندنا مجموعة اللي هي irregulars تبدل this one يتحفظوا. So لما يكون عندنا one syllable مثلا long نزيدوا له er ترجع longer في الcomparative. Superlative longest. So مثلا tall taller. Superlative tallest. مثلا you are taller than me, أنت أطول مني. So comparative مقارنة في صفة الطول. Superlative, you are the tallest one in the school. أنت أطول واحد في المدرسة. هذه superlative. لما تكون عندنا two syllables مثلا happy نقوله happier ولا happiest superlative. You are happier than me, أنت أسعد مني. ولا you are the happiest one in the family, أنت أسعد واحد في العائلة. Happiest. Some of them مثلا honest ما نقولوش honest, نقوله more honest, أنت أكثر أمانة. ولا you are the most honest, أنت أمن واحد في الجروب مثلا. So نقول most or more. لما يكون هادو syllables عندنا ثلاثة وأكثر so نستعملوا دايما معهم more, most. مثلا expensive, more expensive, غالي أغلى. Yeah, it is this bag is more expensive than that one, هذه الحقيبة أغلى من هذه. Most expensive, أغلى وحدة مثلا في السوق نقولوا it's the most expensive bag in the shop, أغلى حقيبة في الشوب, هذه superlative. Irregular adjectives اللي هما مثلا عندكم good ترجع better في الcomparative, bad ترجع worse, many ترجع more, little less في الcomparative. Superlative good ترجع best, best bad ترجع worst, many ترجع most, little ترجع least. Now نطبقوا القاعدة هذه تاع one syllable, two syllables and so on. Comparative of equality لما نقارنوا بالمساواة نستعملوا as plus adjective plus as. Adjective يبقى كيما راه ما نزيدوا له والو معاهم كامل سواء one syllable, two syllables, three syllables and so on. Example, she is as old as you. هي مثلا قدك في العمر. She is as old as you. She is as beautiful as you. متساويين سو نحطو as plus adjective plus as. Comparative of equality سهلة. Adjective كامل نحطو قبلها as مراها as. في النفي we say she is not as old as you. هي ما قدكش في العمر مثلا هي أكبر منك ولا أصغر منك نقولو she is not. في النفي نقولو not as plus adjective plus as. هذا بالنسبة للمساواة. Now we have comparative of superiority لما نقارنو بالأفضلية يعني حاجة أفضل من حاجة. We have, we put adjectives اللي يكون عندهم one syllable قلنا نزيد لهم er في الcomparative. سو نحطو adjective plus er plus then. Example, she is taller than you. هي أطول منك. So she is taller than you. زدنا then.
للمقارنة وان سيلابل زيدوا لها اي ار. بالنسبة للأدجكتيفز اللي يكونوا عندهم سي في سي يعني كونسونانت فاول كونسونانت مع الأخير، هذا الكونسونانت الأخير ودابلت. إكزامبل بيج، لوك كونسونانت فاول كونسونانت، هنا ما نقولوش بيجر، ما نزيدوش فقط اي ار، نو جي ومن بعد بيجر. سو ألجيريا إز بيجر، لوك دبل جي، ذان تونيزيا، الجزائر أكبر من تونس. نوع عندنا تو سيلابلز، الادجكتيفز اللي فيهم تو سيلابلز قلنا نحطو معاهم اي ار ولا مور اند مور. سو لوك لي يخلصوا بواي مثلا هابي ما نقولوش هابير دايركتلي، ما نزيدوش اي ار، نو الواي يرجع اي ومن بعد اي ار. مثلا سالي از هابير ذان دولي، دولي ذيس وان. اسامي مثلا امينه از هابير ذان سلمى، so happier، أمينة أسعد من سلمى. زدنا ER Y رجعت I. اللي فهمت كذلك two syllables or more، كذلك اللي فهمت two syllables كما شفنا قبل في القاعدة قدروا نحطو معهم more في ال comparative. so more plus adjective plus than. example Sally is more beautiful than Dolly، سالي أجمل من دولي. good Sally is more honest than Dolly، سالي مخلصة أكثر من دولي. get exception هنا استثناء، مع irregular adjectives نحطو adjective مع them، ما نزيدو له ER ما نزيد له more. مثلا you are better than her sister، أنت أفضل من أختها، سو حطينا better as it is. now superlative of superiority، هنا ماشي المقارنة، الأفضلية تاع التفضيل. get so we have من عندنا one syllable قلنا نزيدو له ES، this one EST، the plus adjective plus EST. example she is the tallest، look ديما نحطو the، she is the tallest girl in the school، نحطو موراها إل، ولا she is the tallest girl of the group. so tallest هي أطول طفل وحدة فتاة في المدرسة. I am the eldest and the tallest of them all، أنا أكبر واحد وأطول واحد منهم كامل. so في الـ superlative of superiority نزيدو EST كما شفنا في الجدول قبل ونزيدو مع هذا. بالنسبة now اللي يكونوا عندنا two or more syllables، قبل تاع one syllable. good now two or more syllables، زوج ولا أكثر من زوج، ثلاثة فما أكثر، نحطو the plus most plus adjective. example the most difficult، the plus most plus difficult، هنا حطينا most لأنه difficult شحال syllable فيها 3، difficult. the most difficult subject in the school is mathematics، أصعب مادة في المدرسة هي الرياضيات. exception مع irregular verbs كما قلنا هزهم كما راهم ونحطو معاهم the، تصبح the best. so best هو superlative تاع good. the best student in the school is you، أفضل تلميذ في المدرسة هو أنت. هذا بالنسبة superlative of superiority تاع الأفضلية. now superlative of inferiority تاع أقل حاجة، the least plus adjective plus in ولا of. he is the least tall in the group، هو أقصر واحد في الجروب في المجموعة. سو حطينا the least plus adjective معهم كامل، سواء الادجكتيف هذا فيه one syllable two syllables three syllables and so on. now comparative of inferiority هذه تاع المقارنة تاع الأسوأ حاجة، نحطو less plus adjective معهم كامل plus than. for example he is less tall than you، هو أقل طولا منك أنت. good that's it. بالنسبة لهذا الدرس هو شوية لازمه أكثر فهم، شوفوا الدرس الثاني والدرس المفصل موجود على القناة. إذن هذه كانت مراجعة عامة للوحدة Signs of the Time، إن شاء الله تفيدكم للفروض والامتحانات. لطلب دروس أخرى خلي التعليق، عجبكم الفيديو لايك ودعموا القناة باللايكات والاشتراكات. goodbye.